خاصنا نشوفوا عاوتاني هاد النصابين اللي تياخذوا الرونديفو ب 3000 درهم 4000 درهم اللي هو فابور حد الناس عود وخمسة دقائق تيمشي ما تيبقاش علاش نعذب واش لو فات هاد الورقه واش لو فات الإخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الظروف. الإخوان واحد الفيديو اليوم اللي ستو سعود وخمسة دقائق تيمشي ما تيبقاش الناس من اللي تيجيو دابا لهاد الوقت هذا غتوفى ليها الرونديفو باقا غتوفى ليها ديك الورقة ولا وسطى وما غتدخلش. علاش نعذب واش لو فات هاد الورقة واش لو فات وشدت الرونديفو مثلا شهر 8 دابا كاين حاليا اخوان شهر 8 كاين رونديفو والورقه غتوفى مثلا في شهر 6 واش نهار شهر 8 غتدفع لهم وافيه واش غيقبلوها ولا لا؟ هضروا معنا خرجوا معنا الحمد لله تواصلنا معاهم قال لك اسيدي ايه ماشي مشكل اون فوا عندها الورقه وخوفات عندها الرونديفو تجي وما تيشوفوا حتى هما هذا الشيء غير هما الناس اللي بعاد اللي في العروبيات والحدود خاص يتخيل ديفيسيل باش يكونوا الخضراء يبقاو يجيو وراه بزاف تشوف بحال شي عيالات حاملات خاصها تمشي باش تولد تماك حيت لبقى تتزاد ليها الولد ما هي وما لونها عاوتاني خاصها عاوتاني وراه اخرين الراجل كاين عاوتاني مشكله كاين اللي راجلها تقول لا لا انا دفعت لك الورقه ما بقاش ندفع لك عاوتاني خرجت من الخدمه ولا ما بقاش عندي دار ولا فهمتي نابورت شمن سميتو تيسيب لا شي تتعود مره خايفه عايشه في رعب عادوا باش يديروا التجمع العائلي صفقه التشتت العائلي يعني هذه واحد الحاجه وشكون اللي تيضحيه هاد الوليدات بحال هاد الوليدات تبارك الله تيقرا مزيان الدري تيقرا مزيان انا تنهضر حرقه على حساب هاد العائله ديالي دابا قال لك هذا هو اخر